اليوم كانت عندي رغبة ملحة إني نصاحب أختي بسمة إلى المجلس التأسيسي، لولا ما كانش زوجي في المجلس التأسيسي، وما كنتش فعلا معناها نفسيا قادرة أني ندخلك المجلس، حيث كان محمد معناها في إضراب جوع لأكثر من 3 أسابيع، وما كنتش قادرة الوجوه التي هد نرى الوجوه اللي هدت المعارضة بالسحل، وما كنتش مستعدة نشوف، لأني مش عارفة نفسيا شنو ممكن نتصرف كي نرى السيد النائب اللي هدد معارضيه بقطع الأيدي والأرجل من خلاف. وهذا هو التكفير اللي نتحدث عليه، التكفير اللي جانا بعد ظهور منظومة 23 أكتوبر. كنا في وضعية صحيح كنا نعيش معناها تحت وطأة نظام استبدادي إرهابي عميل، وقامت ثورة، وإذا بنا نقع تحت وطأة التكفير المؤدي إلى القتل. لهنا الناس التكفيريين هذوما حتى أن تكون مؤمنا أو أن تكون مصلي ولا تكون حاج كما كان الحاج محمد، هذا لا يغفر لك، إما أن تكون وهابيا وإلا فأنت كافر. هذا هو يعني